السلام عليكم ورحمة الله. نصيحة العافية هو الأول. كما قلت لكم السيمانة اللي فات والسيمانة اللي قبل منها والسيمانة ديال اليوم والسيمانة السيمانة ديال الغدا والسيمانة السيمانة تاع السيمانة الجاية، قلت لكم راه هذا مول الكاسكيطة غادي يبقاو يسخسخوا فيه. أجل كل مرة يأجلوا تهمة جديدة، كل مرة يأجلوا تهمة، ها جمعية ها القوادة ها المخزن ها البوليس هذا، كل مرة هذا دابا أجلوا عاوتاني نهار الثلاث، فهمتي؟ تاني كريسمس إيف، وتنطلب من بابا نويل الله يخرج فيهم، الله يطير داك القاضي اللي ما خدمش عقله وطلقوا في سراح موقات. هذاك القاضي نطلب من عند بابا نويل، من عند بابا نويل رضي عليه السلام يخرج فيه، يدعي عليه. واش السيد مخلينه في الحبس؟ اش غادي؟ علاش مخلينه في الحبس؟ اش دار؟ واش هو ارهابي؟ واش هو اشنو هو؟ واش هو اسمو تيغتصب الدراري الصغار بيدافايل؟ واش هو مجرم؟ واش هو تيحكر على النساء؟ شنو هو؟ انسان تكلم بلسانه وشادينه. علاش هذه هي اللي بقاو تتشكاو الحباس العامرين بالناس، كاين اللي ما دير والو وكاين اللي في الحبس 20 عام مازال ما عرف علاش شادينه. والسيد باش مخلينا في الحال، علاش خليه حدا ولاد هو مزيان بتربيه، هي اللي خليتيه حدا ولادو، دير ليه الباندا في العاود فاش تصرفوا الفلوس في المشاريع ديالكم نتوما، سيروش بشدوا شي شركه ديال السيكريتي بحال هكا جروب فور وقولوا ما يديروا لكم هذه الشيء ديال الباندا، يديروها لهم على هذيك الصمتة الالكترونيه ولا واش تقولوا لها نتوما، يديروها لهم وصافي خرجوا لي بيرتي بروفيزوار. اش غايدير؟ اش مول الكاسكيت؟ اش كاع اذا دار شي حاجه غادي يعاود يتكلم؟ انت تقول له ودي الا تكلمتي غادي يرجعك للحبس صافي، وخليه حتى وكان يجي نهار الحكم وتكون النيابه العامه النيابه ديال اشنايا قال لك ما ليش الجموع ما باش يقول ديك الكلمه ديال حبي، ما عليناش. قال لك هذيك النيابه العامه ديال حبي هذا شنو هو السيد؟ قال لك وداك الجيش، الجيش ما فيدوش، لان الجيش تياخذ هذو الاوامر من عند بالتليفون، ما يقدر يدير والو. الحاكم تا هو شفار، تا هو على شي دوسي ما يقدرش، الا نض ضدهم غادي يجبدوا له الدوسي ها ولا يحولوه ديك المدينه اللي كاين حدا موريتانيا، هذيك الكاركات يحطوه تما، يحطوه يقول انت هو انت هو القاضي ديال تما، واش غادي يعلمني يحكم على البوليساري؟ ما عندناش، لاننا الناس ديال اليوم هما كيتبعوا. قالوا لي من ديك المدينه اسمها سطات ديال البصري، هذيك هنا سطاتيه، قالوا لي بان رجعوها ثاني تنهار 24 في الشهر، ودي ما تيحشموش 24 في الشهر، راه الليله ديال بابا نويل عليه السلام، ولا جود ايفنينغ ولا كيما بغيت تقول لها، فهمتي؟ اشنو هاد القلاوه حاشاكم؟ سمحوا لي ما عندي غير دابا شاد فيديو يسالي غادي يحبسوا لي عاوتاني، راه هاد الايام باقي عيال الحبيس ايوا فهمتي؟ اش غادير معاهم؟ لانهم كلاب حمير تيحبسوه واليوتيوب تيرجعوه. تيرجعو تيقراو ولا كشي تيقراو مانيولي وتيشوفو ليكم ما في والو، حنا ما نتكلمو على والو، حنا غادي تنشوهو بدوك السياسيين دوك الشفارة، فهمتي؟ دابا دخلنا عليكم بهذا، والسيد مر شحال من تشارج، دابا السيمانة الجاية غيجيبو تاني شي هاد اليوم قال لك إساءة صاحب جلالة، إما إساءة ولا ماشي تقولها بالعربية ولا ماشي شي حاجة ديال صاحب جلالة، وصاحب جلالة في فرنسا كاع ما بدي في هادشي. ولاد القحبال هادو الجمعيات ولاد القحبال هادو الجمعيات، انا قلت لكم شحال هادي راه ولاد القحاب، الجمعيات راه ولاد القحاب، راه كلهم العائلات ديال هادوك اللي في الحكم، فعاود فاش يعطيهم هذا تيقول لهم سير كل اسس الجمعيه وجيب لينا الطلب، حنا غنعاونوك وغندفعو وغنطبعو لهم ونخرجوك المنحه، وتيخرجوا لي المنحه على طول حياتهم، ولكن بواحد الشرط، نهار نقول لك نوض غموت نوض تخوت بحال العلاقه ديال مول الكاسكيطه. هادشي قلناه وعاودناه البارح والبارح والسيمانه اللي فاتت والشهر اللي فات، وعاودتو السيمانه الجايه تاهي عاودتو، والسيمانه الجايه من بعد السيمانه الجايه تاني عاودتو، على الاقل انا غنبقى نعاود هنايا.
بحال ديك الاذاعه المغربيه دوزيام ريبيت افتر ريبيت ريبيت افتر ريبيت دي شكرا على الاخوه اللي جاوا لك السميه دومينيك ستراوس دومينيك ستراوس هو هذاك خان هذاك مالك مخلوين ما غادي لما دير الفلوس احسن من داك التنصيب كان عنده ديال وورلد بانك ولا ماشي كاش كان عنده ضارب الفلوس في المغرب مع عوازه نتي تيجيو تما لا 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 هذاك ستراوس راكم جوج مع وحده لاباس عليها ما عرفتش وقع لي معاه وهو تي 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 عجبو داكشي ديال الراف سكس ني تي عجبو واحد المره هرسو وقال هو مرتو صاحبته هرسو اسم المامونيه هرسو هو يا سكراني ما شاء الله قال هذا زلي ما عرف مش تخ ما كنتش حاضر تما هرسو داك السويت اللي كان عندهم هرسوها سكراني شابين نتي هذا قال لك يقول راه فرنسا شوفوا كاع بني عمو مانيش واحد اخر ما عرفت هو بات لي ديك الدريه هذيك المره اللي عندها ثلاث الاولاد في الطاليانيه هذيك قال لك خرجات قال لك خرجت على الصم ديالها ايوا مزيانه ولكن ما قدرش تكلم لي انها باقا ما كملوا الحكم لا قال شي حاجه غادي تولي في كونتامت وفي كورت مانيش مع واحد المناضلة دابا المناضلين كاع خرجوا دابا المناضلين مناضل مع مناضلة جات هي جات معاها مناضلة ايوا قالت لي لا لا ما قلت لك على راجل كانت مسجونة ايوا 23 عام مسجونة ما عرفت كيفاش جات القضية ديال المسجونة قالت لك دارتها على قبل ولادها معلوم ما بالك ولكن انا كون كان شي حاجة معقولة كنتي غتجيب البوليس يخرجوه من الدار إذا كان إذا كان إذا كان يعذبك غير باللسان تسمى اسمهم تسمى لك اسم ما عرفتش نقول نسينا على الكلمة ديالها هذيك باللسان ولا بالهذا تسمى اسمها هارسمنت ما عرفتش نقول لها تيخرجوه من الدار لأن أنت عندك البلاد يخرجوه يقول سير المحكمة شو شايقولوا لك عندي ممكن تخرجني إيوا أما كنتيش خرجي كنت خرجي هو الأول على النظري ديالنا دي ايوا ما عليناش بعدا خرجت من الصب ديالها وقالت لهم بانها باقا مناضله وباقا هذا وباقا ضد هذا وضد هذا وضد هذا ايوا اختي احنا ما عندنا مشكل مع المناضلين حنا تناضل مع راسي هنا هنايا انا بوحدي والمروكي المروكي تيناضل حنايا انا مروكي هو عنده مبادئ وانا عندي مبادئ ايوا نتلاقاو فيكم هذا وعندنا الحريه هو يقول لي بغا هو يقول لي فيه ولكن لا شعارنا هو هذا فهمتي دابا لي واحد المغربي قال لي عاش في امريكا في 36 عام وهذا ويقول لي على هذاك ميديكال كير اخي انا ما قلتلكش ما كاينش ميديكال كير في المغرب في الامريكان في الميريكان الا ما عندكش لاسورونس هزك الماء انا من التجربه ديالي في هذا الولد ديالي جاتو داك اسمو ديال سانيس ديال النيف هذا ماشي كومفورتابل عرفتي تمشي هنايا عرفتي شحال تقابل هنا 13000 دولار 13000 دولار جاب الله عندنا لاسورونس دي جولدن هاني اللي مع فيرجن ديري لاسورونس كون ما عندكش لاسورونس كون راه خلص 13000 يمشي من هاد السبيطار يمشي عند الطبيب ما كاين با دوز الرسيف يخلص غالي وما تيداويش غير البخ حتى هما بحال التحريم المغربي سير عند هذا سير عند هذا عمر هذا دير هذا البخ وقال لي قال سير شوف لك عوازه فين تلقى عوازه شادين السيرفيس عندك واحد الجمعيه ديال سان فرانسيس تداويهم ايوا إذا ما عندكش لاسورونس هزك الماء صادي بوش من لاسورونس عندك إذا ما عندكش لاسورونس نقوم نقولو حنايا جولدن وان ما عندكش ما تقولك حكا نديرو كنلصقا وسير عند الآخرين يديرو لك الفاصمة فهمتي يعني نقول أمريكا هي بلد عظمى كي تدخل داخل شوف الفقر اللي كاين سير غير ميامي شوف لك الزبل اللي كاين في ميامي مالي ماشي سوقي في داون تاون ميامي شتي مالي ولكن ملافو ديال دوك الحراق هما اللي مسخين مالي ماشي سوقي هنايا داكشي
غير ما هو تاع هنا بلا هنا عندنا بحال هنا اللي قودوا علينا قودوا علينا هادو الحبشه والصومال والريتيا والعراقيين والقحب الخوان ديال صدام والسوريين والاكراد وزيز عزيز على باري فرنسي تا هما جاو هنا وجاو دوك حبلا اسبانيون وجاو دوك بالا ايطاليان كلشي جا لهنا جاهم يقودوا علينا دي دابا تدخل المستشفى ديك راه الباسبور ديالك الا ما عندكش دابا شي حاجه داروا لهم لاسورونس دابا اي واحد بغى يجي للانجليز تي يخلص لاسورونس ديال ميديكال انشورونس باقي شي 200 بون غادي يخلصها مرة غادي يخلصها لا بدا اي واحد بغى يدخل ياخذ الفيزا غادي يخلص لاسورونس لان ماشي بقى يعول على هنا ايوا اما انا قلت لك الميريكا ما قلتش الميريكا ما فيهاش فيها ولكن كلشي بالفلوس 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 ما عندكش لاسورونس هزك الماء علاش هما باغيني تيخلطوا هذا ترامب بغى يشدوا المارشي ديال الانجليز لان فيه الفلوس ولا باغيين دابا رونالدو جاب الله اليوم في الخطاب ديال الملكه نصرها الله قالت لهم بان الناشونال هيد غادي يخشوا يدفعوا فيها الفلوس بزاف غادي يحتفظوا بها لان هذا رمز ديال البريطانيين ناشونال هيد اسس 1948 ماشي واحد يوين ماشي نسيت عليه واحد من الويلز واحد الوزير ديال العمال هو اللي اس فلهذا قاعد با الشركات ديال الادويه ومع البنك هذا داكشي اللي دايرين اللي صابو شدو شي سبيطار في المغرب شي وزاره الصحه في شي دوله تيدخلوا لها والمغرب قد ما قلت لكم تباعت ولكن داخلين بشويه 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 داروها في الانجليز بغا يديروا لك اللعبه ديال تراست تيجيبوا واحد هذا تيجيبوه تيجيو تياخذ البريم ما كاين غير 200 مليون ما كاين غير مليار ديال البريم اش داروا ما داروا والو جابوا الماناجمنت ما داروا والو داكشي بغي داكشي بغي يبيعوه ساعقوا بهم تجيب واحد كان البيدجي ديال وزاره الصحه ديال الانجليز كان غير 5% دخلوا هادو هاد الشركات وهاد التراست باش نقولو نتوما بالعربيه دخلوا ولات 20% ديك 20% علاش ما يخسروهاش على الممرضات على الادويه على الاطباء القحاب ليهم هما ايوا ودوك السيكريتي علاش حنا السيكريتي علاش دوك السيكريتي علاش دايرينهم علاش دايرينهم ماشي باش يمشيو الحركه بعضياتهم دخل السيكريتي دخل نيتواياج دخل هاد الشركات الشركه نيتوايا الشركه الكلين هذا السيكريتي الشركه ديال هذا الشركه ديال ستيريليزاسيون ديال الماتيريال الشركه وهاد القحط ديال هادشي هاد العالي باش يديروا الفلوس هادشي ديال هادي الحرفه ديال الميريكان ايوا علاش هذا ديال السيكريتي فعاود السيكريتي خدم دوز انفيرميير وتمشي الحركه ايوا هو دابا داك السيكريتي تيعمل لك الشغل ديال الانفيرميير واخا ما عنده لا طب لا والو فاللي داخل بتصدع شي كريحة تقول لي على حي السلامة ما حي السلامة عفوا واحد الحمام السلامة كان حدا السينما الزهراء حي السلامة في حدا سيدي عثمان وداك كريان بالمسيك قال لك اصاحبي مسكين مقودين عليهم المقاطعة 65 او بعد عندنا 65 مقاطعة في الدار البيضاء قال لك مكرسين عليهم داك حي السلامة والله العظيم ما نعرفش هذاك حي السلمى فين جانا هذا الناحيه اللي عرفها غير بالها من الها فوق الشمس دابا عطيتهم السميات فهمتي ايوا قال لك اسيدي مكرفصي واش غادي نلقى خويا اش غادي نلقى اخوي البيضاوي واش انا نتكلم مع ذاك العمده هذوك اسمهم هذوك العداله والتنميه نعم الله يلقيها لهم في هاد العواش اللي دارت الجمعه الله يلقيها لهم كحله زعله راه هما اللي خرجوا على كاع المدن خرجوا على اسفي خرجوا على مكناس خرجوا على فاس خرجوا على اكادير خرجوا على الدار البيضاء هاد العدالة والتنمية راه ولاد القحام ما يسواش راه داعش راه داعش واش عباد الله من الوزير ديالهم غادي يمشي ويبدا يقول لهم عاش الملك في فرنسا اش جاب شي عاش الملك واش عمرك سمعتي شي واحد قال فيف لا ريبوبليك ها ولا لونغ ليف ذا كوين انا مشيت تما تقول لهم عاش الملك الله الوطن الملك شتي راه ولاد القحام منافقين راه هادو كانوا ضد الملكية غير دخلوا وداروا الكومبليات حسنوا صابوا الشعر ديالهم ولاو بحالي زعما كاين ها انت وقال لك دابا هذا
القح هادو هادو منافقين، ابقى اليوم كانوا مزيان يبقاو في سباقتهم، راه هما اللي قودوا على المغرب. بحال ديك اكادير، اكادير واش اكادير فيها جوج شلوه في الحكومه وما دار والو لبلادهم، باش تعرفوا من هاد القحاب المصلحه الشخصيه ديالهم. يلاه ياك داك اخنوش بالاموال ديال مشي عمي صوب الرون بوين، ديك الرون اللي معفره كي الفكادير مشي غير صوبها، وداك الشيء الاخر مشي يقفل دوك الحفار اللي فين زقان. واش دابا هاد جوج شلوح اللي نعرف هاد جوج، اما هما كاين بزاف، هادو جوج شلوح هادو هادو في الحكومه، واحد رئيس الحكومه وواحد حتى هو رئيس الحكومه في الخفاء، وهذا وما داروا والو الاكادير. وتقول اش داروا الاكادير؟ ما داروا لا والو، تشفر 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 تشفر، مقود عليك اكادير الزبل والوسخ، المستشفيات الهمجيه، السوق التوريستي مشيو تما تيعد في الدنيا تيخرجوا تيخطفوهم، هذيك اكادير اكادير. شوف عباد الله، بحال عطيت لك مثال صغير، هادو جوج شلوح خدامين في الحكومه عندهم مناصب كثيره، ها واحد فيهم قالك صاحب الملك، وواحد ما تيعرف غير الملك، هذا وكيل ما عرفش، واحد يعرف الملك واحد صاحب الملك، ما عرف بحال شي واحد صاحب الملك وواحد تعرف صاحب الجلاله، يقول صاحب الجلاله، وما دار والو الاكادير، اكادير والو. هاهم الشلوح معايا، الشلوح تنعرفهم هنا هنايا، هادو مش معايا تحت انا شلوح انا لهيه تحت، ولكن ما داروا والو. باش تعرفهم راه القحاب ما يديروا والو، هاد السياسيين ولا هاد الاحزاب ولا هاد الجماعات ما فيهم ما يداه. شوف اش داروا في طاطا، طاطا كرفسوها، هاديك طاطا اللي كاينه كرفسوها، كرفسو صويره، كرفسو تكرفسوا على اسفي، هادو ما تيعرفو غير تكرفسو. راه هما داعش، راهم راه داعش، راهم كانوا يصفوا الناس ديال داعش، هما راه هادشي ديال داعش راه بدا ملي كانوا في الثمانينات، ملي قتلوا عمر بن جلون. هذاك هذاك ديال الكلب، هذاك اسمو هذا مطيع، ها هو هنايا ديال المباكين طالب اللجوء، هاد القحاب القتالة ما يسموش، باش عارفهم وخاو مسامحين فيه، علاش ما يدخلوش للمغرب؟ ها هادي خليني نقول لي، خليني نتكلم معاك، قال لي واحد تخربق، راه قلنا لك اودي النهار الاول راني هنايا غير باش نخربق، راني ما قلت لكم راني ما عندي حزب، ما عندي هذا والو، ما عندنا والو هنايا، جماعه ديال البركاكه القلب النميمه، ونتكلموا فيكم نتوما. إلا كان في ما عادش نتكلمو غادي نتكلمو، إلا ما كانش ما غاديش نتكلمو، فهمتي؟ فلهذا عاود نكرك ويدك في حبي، فهمتي؟ أنا نتكلم معاك من هنايا بقا تصدع عليك الري، ها؟ قال لي واحد أنت طلياني، أش من طلياني؟ واش البال أنا بحال الطلياني؟ ويلي، ويلي أش من طلياني؟ أنت اللي طلياني، أنا هلا تجي، بغيت نشوف الشرب هذا، الشرب بقا للطليان، بغيت نشوف، لا هذي ديال إسبانيا، ريوخا، حدا من الناس يجيبوا لي هادو البيع والشرية في السنة، تيجيبوا لي الكادو، تيجيبوا لي الشانتيون، تيجيبوا لي هادو. إيوا دابا دابا المروكي هاد السيمانة كلها تيشرب فابور، عاد تيجيو لك الكلية، دابا الكلية، تيقول لي يس بليز يس بليز، وباقي باقي يس بليز، تيعمروا له هذا. الناس فرحانة هنايا، فرحانين، ماشي عيد الميلاد عليه السلام، عيد الميلاد، عيد الميلاد بابا نويل بحال بحال. هو دابا حنا دابا نطلبوا من الملك دابا ملي كاين تما في هذيك اسمها فرنسا، ملي يمشي يشوف لورد، لورد 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 فين فين شعل العافيه، ديك الكنيسه نوتردام، نوتردام ياك، ما عرف الكنيسه يمشي يشوفها، اللي نعطاهم يعطوهم 200 مليون من فلوسه، المروكي شري لك الفلوس اللي ديناها لفرنسا، جاب الله ما ديناهاش، طبيناها، كنا ندي لهم الفلوس لفرنسا، مشي طبينا بودابست. قال لك راه الملك عطاهم 200 مليون من جيبو، هو ملي مشي تما يدعي معانا ويطلق لينا السراح السجناء، السجناء ديال فوق الريف، وتاع هادشي ديال حنا هذوك اسمو حنا هذوك الطبون، ديك الدولة اللي فيها الطبون، يعفو عليهم تا هما، ويعفو على زاكورا، ويعفو على دوك الناس ديال الدار البيضاء، ويعفو على الدري من السطات، ويعفو على مول الحانوت. إيوا فهاد هاد العواش المباركة، هاد العواش المباركة مع اليوم اللي هي الجمعة، فرحوا والدينا على ربي. إيوا نطلبوا دابا من عند الملك البلاد، بلا تخلي نتكلم مع الولي العهد، الولي العهد واقيلا راه في المغرب ياك، شوف 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 صاحبي شوف، تكلم مع الوالد قول ليها قول لي عفو، قول لي عفو على عباد الله، قول لي عفو على عباد الله، راه هاد القحاب اللي كاينين دابا اللي مشين الدولة دابا راه دايرين السيب، غادي يديروا لنا التخويض، فهمتي؟ قول لها لباك، الله يرحم باك، فهمتي؟ هاد الزيت طلع ديال فرنسا، قول لها لورد ابي، قول لي داك المروكي الحماق اللي كاين في الانجليز
راه عرفني قول لي جيش التراني جي عندنا هنايا ما عليناش. قول لي قال لك بانك في هذه العواشر المباركه فرح والديك على ربي وطلق سراح السجناء طلقهم طلقهم وخلينا كما تقول هنا بالعربيه تورن ذا بيج ونبداو من زيرو عاوتاني نبداو من زيرو ها وهادو وهادشي كاع المحيوه هادو المحيوه المحيوه اللائحه اللي كاع هذاك من كاسيلا المرجع خصني ندير واحد الرول باش يبقى غالي 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 وانا طالع معاه كاع كل سيمانه عطلوه يزيدوا لي في التشارج ونبقى طالع الفوق 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 الحق سقف ايوا دابا تشوفوا دابا انتوما انتوما شوفوا عباد الله راه تيضحكوا عليكم راه تيضحكم دابا سمعتوا شي حاجه على قضيه النصب ديك قال لي واحد لحقات 1500 واحد كانوا لي كانوا ليهم فلوسهم في ديك دارنا دارنا هذيك دارنا باب باب دارنا شو دابا دار لهم فلوس تما قال لي واحد الاخ لحقات 1500 اسمع ها 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 هادشي هذا دابا ما تيقوش ما تيقوش واخا ينوض داك البراح 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 هذاك البراح هذاك العبابيه هذاك ما تيقش به ما تيقش به راه كذاب راه كذاب هذاك راه كذاب كيما كذبوا عليكم في رمضان بالاشهار تاع السكن ونوتوشيتو واذاعه وطنيه دوزيم مقابلاها واحد الفاسده سطيل ومن الأسرع واحد العريشي شفا فين مشاو الفلوس اللي ما خلصتوش القمر الاصطناعي فين هما الفلوس لأنك يا داك العريشي شاري لي زابارتمون وسقسي داك اسمو داك الصلع ديال بلجيكا داك التيجيني هو يقول لك اش درتي بالفلوس ها تتاكل في عباد الله وبديتي تاكلوا فلوسه السي تيجي من بلجيكا في الطياره باش يحضر يعمل لكم داك البرنامج ديال ورا ولا اللور ولا القدام واش داك البرنامج ودابا ما خلصتوش اللي طال واش تحابو شي فابور وكلتي ليه فلوس ونتايا هذاك العياشي وعاد خلي الفنان اللي ما مخلصينش وخلي هذا وهذا هما اللي غالي قال طلب فلوسو فتمنعوه من الشاشه الله عليك كلمه شكرا الشاشه الشاشه ولا الشاشه بحال الشاشه ولا الشاشه كلشي ديال هذاك العريشي هذاك العريشي راه خرج على الاذاعه المغربيه ولا القحاب هذوك اللي في الحكومه المراقبه ولا ديك الوزاره ديال الاتصالات واش من الاتصال ما عندناش اتصالات ما بقاش اتصال دابا هنا الاتصال ديالنا خاصنا بوحدها شتي هادو هما الاتصالات اللي عندنا دابا هنايا هذوك ما تيحاسبوش لان تيقولوا ليه بانه راه قرا في القصر كان يتيم وكبروه في القصر راه تيعرف الملك ولا صاحب الملك ما تيحاسبوش اما كان يحاسبوا ديال امه كل ساعه كل نهار يخسر الاكونت يكون بحال هكا دخل اسمو الانترنت وتقلب شو جات الاذاعه واش شحال الفلوس دخلت اليوم وشحال ولكن ما تيحاسبوش فارس العام يقول بحق راه ما عندناش والقحبه قال لك رئيس الجمعيه ديال التنس ورئيس هذه وهذه وهذه وتديها في الاذاعه ديالك هذاك العريشي هذاك الشفار هذاك الشفار ديك السطيل حتى هي الله يلقيها لك حلا زعله في هذه الجامعه وفي هذه العواش المباركه قالك لا تمس بالمؤسسات المؤسسات هما اللي تيمسو بينا ملي تزيدو علينا في الضو في الضو تزيدو علينا في الضو بينا علاش بالواحد عمل واحد الشفره وحنا نخلصوها حنايا انايا المروكي اش قلتي قال لي دخلتيني معاك انت راك مروكي راك مواطن راه فلوسك شتي ديك الفلوس عطيت لخالتك كل عام غادي ياخذوا منها الحق ياخذوا منها الحق البنك الشعبي تاخذ منها وتخشي الباقي في الخزينه ها نقول لك حتى الشفاط خلاها الاذاعه فلسات باكن بالبرامج البرامج القديمه واش نو هذا هذا نقول لك يا اخي المواطن ما بقاش لها بي انايا تقول لي هذا بقات تسب فيا سب لما انا قلت لك سبني انا النهار الاول قلت لكم سبونا الا ما سبيتوناش هذا البرنامج عمره ما ينجح فهمتي فلهذا يا اخي المغربي عاود كرك وورك وتصبحون على خير وليلة الجمعة فرحوا والديكم على ربي وانت ورك وعاود كرك واحد المواطن ديك الدولة مرات ديك الدولة الامريكانة يونايتد ستيت ما نلوموش قال لي اخويا غادي نمشي ندوز اون سيمين دومينيكان ريبابليك هو مرتو ماكله وشراب بالطياره بلاسيورونس تم الكارت تعطيهم الكارت تم الكارت والسيكار دي قال لي
$2,400 $2,400 هو مرته ومتي وكل شيء خالص وهذا وهذا المكلة والشراء في لوطيل دو ليكس ايوا وفي المغرب ديك $2,400 غادي يخلصها في الطياره هذه الحق لكازابلانكا ومنين حق لكازابلانكا الباليزه ما كايناش ويمشي ياكل الماكله خانزه والكابينه مسخه 8 السوايع على 10 السوايع ديال الطياره من ها من هذيك الدوله ديال الميريكان اللي فيها عزوز حتى للدار البيضاء وهذا وهذه غير الطياره بوحدها 2400 هو مشى للدومينيكان ريبابليك هو ومرته ويخرج مع مرته كل ليله ويريح معاها في البار ويدخل معاها للديسكو ويخرج يمشي يعوموا في البحر بالبيكيني ما كاين لا مسلم ولا مسلم ولا حاجب ولا ما حاجبه ايوا ويتبرع مع راسو ب 2400 ايوا انت هذاك المغربي اللي كنتي ما تعرفش جبد الماكينه وبدا تحسب ها ها والي ومازال خدف الوقت الغالي لان خدا باش يدوز الريفيون اه كون غير فات الريفيون ولا تقام عليه بشي 1800 دولار جوج سي ولا باك الثمن شي جوج سيمانات ماكله وشرب كلشي ها انت غديرها في المغرب انت غير في الدار البيضاء يشفوك انتي خلينا الله يحبك تقرع عليا ولا نقرع عليك انتي اللي بغى يمشي للمغرب يمشي اللي بغى يشري يشري عمو بحالكم ما تصدعوش مابقاش تبكيو لي على تقولوا لي عاش الملك هادي قدام مابقاش لهاديك ماشي ودوك دوك السياسيين سيدنا نصره الله مابقاش تاكل علموهم قريهم مابقاش تقولوا نصره الله راه راه بيناصرو راه ديك العلويين محطم ربي في هنايا حتى كانوا عاطيهم كلشي حمايه وهذا ما يحتاجوكمش نتوما يا ولاد القحام تستعملوا اسم الملكيه باش لمصلحتكم انا نقولها واعيدها انا راه ماشي سياسي ما والو انا بارك هنا في النميمه عليكم نتوما يا ولاد القحام نهار نفضيو معاكم ايوا ديك الساعه الا بقى الملك نمشيو نتكلموا معاه والامور غتمشي على هذا ونبداو ندي فلهذا ما تصدعش ليا كريم عاود الكراك لكن هذا صدع علينا المسخ Your last order at the bar, please. Finish your drink and piss off. مرة كوين أجل لك ذاك الواين ها ذاك الشراب زوين ها أشنو كملت إيه راه ماشي بيرة راه واين ندي لك الفا قرعة كملها قرعة قد هادي عطيها ليا بحال هادي كملها وني هاد المرة كي مسخوط هذا ها إيه ما العادي من المشكلة ماذا تشوف إخوان ما تنساوش تشاركوا تابوني سبسكرايب باتاجي فرقوا وشير كليك كلاك وعمل لك اللعبة لك البوسة ديال مامي الام ولهذا تصبحون على خير ودعوا معايا واحد الدعوة الله يطيرهم علينا هاد الفاسدين عندنا في المغرب الله يطرق سلاح لك مول الحانوت وهذا مول الكاسكيطة والاخوان اللي كاينين في السجون اطلق سراحهم كلهم هادشي اللي غنديرو معاهم انت ايوا صافي جي 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 اوقف قف دابا سكران لي نحشم نسبو في هاد الجماعه اللي تبقى فيا شد قرعه شربها كلها اش 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 تعال حدايا تعال حدايا ندير لك الناقوس اش اش مسخوت والله الا مسخوت اخوان تبقوا على خير نشكركم ونشوفكم غدا ان شاء الله في صلاة الجمعة